بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومن جديد ونشط أخبار تأتيكم من قناة النادي الأهلي. لنا أخبار مهمة جدا والخبر الأهم لكل حلم طفل مصري النهاردة هنقوله لحضراتكم في نشرتنا. هنبدأ دائما بالنادي الأهلي. الأهلي في معسكر الإسكندرية في برج العرب، وده حاجة مهمة جدا بالنسبة لأي نادي بيبتدي يستعد لموسم هيبقى شاق ومليء بالمنافسات. نادي الأهلي يلعب على بطولة الدوري المصري، يلعب على بطولة كأس مصر، يلعب على بطولة السوبر، يلعب على دوري أبطال أفريقيا، وفي مدير فني جديد وهو الفرنسي باتريس كارتيرو، واحد من المدربين ذو الطابع الخاص في فلسفة لعب كرة قدم حديث. الكرة الفرنسية النهاردة بالمناسبة فرنسا كسبت بيرو 1-0 في كأس العالم، وهنتابع مع حضراتكم باقي أخبار كأس العالم، ولكن خلينا نتكلم على فلسفة الكرة الفرنسية. الكرة الفرنسية الآن متقدمة في ناحية أن أنت منذ كأس عالم 98 ابتدى إيميجا كي يحط فلسفة جديدة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وابتدت كل المدربين اللي طالعين من فرنسا عندهم فلسفة ان انت تلعب كرة جميلة، كرة هجومية. النادي الاهلي عنده هذا الطابع، وجاء اختيار كارتيرون على هذا الاساس. ما هو هذا الاساس؟ ان انا العب كرة هجومية. راجل فلسفته ان هو يدور الكرة كثيرا، فلسفته ان هو يستخدم الاجناب، يستخدم العمق، يكون كرة جميلة، كرة أقرب إلى أن تكون شاملة، بيتقال عليها في فلسفة كرة القدم أكتف فوتبول. إذن ليه أنا بعمل معسكر إعداد؟ المعسكر الإعدادي بالنسبة لمدير فني أجنبي قادم إلى فريق النادي الأهلي للتعرف أكثر عن اللعيبة عن قرب. طبعا هو لعب أمام الكثير من لعيبة النادي الأهلي من قبل، وما فيش حد ما يعرفش مين هم لعيبة النادي الأهلي بالنسبة لأي مدرب على مستوى العالم. وأنا بقول لحضراتكم بيبقوا عارفين وعندهم يعني انطباع على النادي الأهلي من ضمن مشاركاته الأفريقية وتاريخه الكبير وإلى ذلك. ولكن لما أجي أتعرف على اللعيبة عن قرب، طبعا هو مدير فني سابق لوادي دجلة وله خبرة في الدوري المصري الممتاز، ولكن لما أشوف اللعيبة عن قرب ده بيديني الانطباع الأكبر. لما باجي أعمل قياساتي وأعمل ترتيباتي وأحضر نفسي لشغلي وفلسفتي اللي أنا هخلي أو هطلب من اللعيبة والجهاز الفني إن هم ينفذوها، فلازم أكون عامل معسكر إعداد عشان أتعرف على اللعيبة بشكل أكبر وأوصل لهم فلسفتي وطريقتي التدريبية. من أجل أدي كارتيرون، أدي حسام عاشور، وكابتن محمد يوسف، وباقي الجهاز الفني، أدي أكرم توفيق وكل اللعيبة، كابتن سامي قمصان، كابتن مصطفى كمال مدرب الحراس، كل هؤلاء بيخشوا في تطبيق فلسفة كارتيرون. تطبيق فلسفة كارتيرون، كارتيرون من المدربين الفرنسيين، هتلاقي في الشغل في فترة الإعداد أغلبه بالكورة، مش هيبقى فيه جري كتير لأن أنت في التمرين بتلعب بنفس طريقة الماتش. فهو فلسفتهم كده في فرنسا. فرنسا من الدول المتقدمة، طلعت لنا أرسن فينجر، طلعت لنا إيميجا كي، طلعت لنا لولا بلا اللي كان ماسك البي اس جي وكان ماسك فريق بوردو وفرق كثيرة جدا. فكل هذه الأمور هتكون في هذا المعسكر. في كلام كتير ان انا او كنادي اهلي ابتديت اخد قرار في الراحلين. كلام ده ازاي والراجل لسه ما شافش اللعيبة عن قرب؟ لسه لازم ياخد انطباع لانه هو اللي بياخد هذا القرار. لجنة الكرة بتسلم له تقارير، بيبقى في وجهة نظر بالنسبة له وانطباع من قبل، ولكن لما ابتدي امسك الفرقة ابتدي اخد الانطباع الاكبر، ابتدي اشوف بعيني الامامي اللعيبة بتؤدي الادوار اللي انا عايزها بانهي شكل. هبتدي غدا النادي الاهلي هيبتدي الفترات التكتيكية في هذا المعسكر. طبعا اول يومين بتبقى فقرات بدنية كلها بالكرة. دلوقتي الشغل الجديد، كل الشغل زي ما انتم حضراتكم شايفين كله بالكرة، كله هيبتدي بالكرة، تسخين، ورمج اب، كل حاجة داخل ميران النادي الاهلي هتبقى بالكرة. ودي فلسفة كارتيرون اللي لعيبة النادي الاهلي جاهزة لانها اشتغلت على العديد من المدارس، اشتغلت على مدرسة هولندية مع مارتينيول، اشتغلت على مدرسة برتغالية مانويل جوزي وجوزي بيسيرو، اشتغلت على اسبانية مع جاريدو الاسباني، وكل هذه الامور ومع التوازن اللي كان في طريقة الأداء اللي كان بيعمله الكابتن حسام البدري، فهتلاقي كل هذه الأمور لعيبة النادي الأهلي جاهزة لها.
وده ميزه وقيمه اللاعب النادي الاهلي انه في تاسيسه من قطاع الناشئين اللي ايضا هنتكلم عنه اليوم بيبقى جاهز لاستيعاب اي فلسفه قادمه من اي مدرب، وهو ده كواليتي اللعيب اللي انت تقدر تقول ان اللعيب ده هيخدمني ولا لا، اللعيب ده مميز ولا لا، اللعيب ده من اللي قادر على استيعاب كل الامور الفنيه وكل الحاجات اللي بتطلب منه وقادر على تنفيذها. طبعا اتكلمت مع حضراتكم على طريقه اللعب وطريقه التكتيك اللي هيبتدي بيه مستر كارتيرو، هيكون في بدايه طبعا معسكره اللي بيقام في برج العرب، وطبعا كان قرار صائب من لجنه الكره ومنه عشان ياخد اللعيبه في تركيز اكبر انتباع اكبر. طبعا لسه اللعيبه الدوليين ودول قطاع كبير داخل النادي الاهلي، ما شاء الله عندنا لعيبه دوليه كتير جدا في منتخب مصر لسه هينضموا الى هذا المعسكر او الى مش هذا المعسكر، الى طريقه فتره الاعداد بتاعت مستر كارتيرو، لان الفريق هيرجع ان شاء الله يوم 26 النادي الاهلي هيختتم معسكره في برج العرب، ولكن هيكون مستر كارتيرو بالنسبه للعيبه المتاحه هيكون عنده انطباع يصل الى 40-50% على الامور ماشيه ازاي، لانه هيبتدي يشوف مستوى وانطباعه عن اللعيبه بشكل قريب ويبتدي يطبق فلسفته ويخش اكثر داخل اروقه النادي الاهلي. مش اي حد يقدر يشتغل مع النادي الاهلي وحقق نجاح، مش اي حد مهما كان وعيه وفلسفته التدريبيه حتى ان كانت عاليه انه حقق نجاحات مع النادي الاهلي. ولما؟ لان النادي الاهلي مختلف في كل الامور، في كل الطباع، فريق بروفيشنال على اعلى مستوى، الاجانب يحبوا يدربوا النادي الاهلي لان مجلس اداره النادي الاهلي دائما وابدا بيوفر له اعلى مستوى في احترافيه تطبيق اي شيء انت حضرتك عايزه، في تطبيق فلسفتك، في ان انت يكون عندك كل البنيه التحتيه وكل ما تحتاجه من اجل ان انت عايز معسكر تفضل المعسكر بتاعك مع شغال، وهتبتدي تاخد العزله وتبتدي التركيز المناسب اللي انت حضرتك محتاجه هيكون موجود. كل هذه السبل بالاضافه الى الصفقات، في احمد علاء مدافع وادي دجله بيبتدي يخش في طباع وخصائص الفرقه، عندك بعض اللعيبه اللي محتاجه من الشباب، وكل الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه في وسائل الاعلام كل هذا حتى الان خطأ، مفيش اي لعيب خد عنده مستر كارتيرون قرار حتى هذه اللحظة، الكل لسه في الصورة، الكل لسه عنده فرص انه يبقى موجود. وانت بتتكلم عن نفسك، انت بتتكلم عن نفسك، اللعيب اللي بيشارك في هذه الفترة بيتكلم عن نفسه. ادي ناصر ماهر واحد من الناس اللي انت كلنا منتظرين ان احنا نشوفهم مع النادي الاهلي، عندك ادي في الصورة ازارو يعود مرة تانية، مؤمن يعود مرة تانية، كل هؤلاء النجوم اللي موجودة في النادي الأهلي بتعود، أدي ناصر ومؤمن زكريا وحوار، السنة دي هيبقى الشكل عامل إزاي، طبيعة الأداء مستر كارتيرون كويس في هذه الأمور، تركيز مؤمن بيقول إحنا هنعمل كذا، ناصر القصة كانت معايا في سموحة مختلفة وأنا على سبيل طبعا على سبيل الإعارة، كل هذه الأمور بتبتدي تدخل وتهيئ نفسك للموسم الجديد. أنا شايف في صراحة عندي تفاؤل شديد للموسم المقبل بهذه الطريقة بهذه الاحترافية، والنقاط اللي الانطباع اللي وصلنا وبنقله لحضراتكم عن معسكر برج العرب صراحة شيء إيجابي جدا للغاية، وإن شاء الله يكون موسم بالنسبة للنادي الأهلي عنده موسم شاق، عنده موسم شاق مرة تانية، كل ما تستعد جيد كل ما تريحك في خلال الموسم. النادي الأهلي يمكن السنتين اللي فاتوا من ضغط المباريات، من شدة وكثرة المباريات، مش بس موضوع ان انت بتنافس على بطولة الدوري وبطولة الكاس وإلى ذلك، ولكن ما كانش في وقت، انت كنت تلعب ماتش كل 3 ايام، كانت محتاجة صراحة مجهود شاق جدا للغاية كمان بالنسبة للعيبة النادي الاهلي عشان يبتدي يحصد كل البطولات اللي كان بيشارك فيها النادي الاهلي في السنتين اللي فاتوا، واخد 2 دوري وكاس وبطولة السوبر و فاينل افريقيا، كل هذه الامور بتبقى صعبه. السنه دي انت عندك فتره ان أو مساحه، وكمان شهر رمضان اللي عدى وقبل ما تبتدي فتره اعدادك، طبعا كان في اخر شهر رمضان فتره مع الكابتن محمد يوسف، ودي كانت فتره مهمه وشيء يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي انه عين الكابتن محمد يوسف وهو راجل عنده خبرات مدير فني عشان يبتدي يجهز اللعيبه لهذه الفتره مع مستر كارتيرو اللي هيبتدي يشتغل مع جهازه المعاون بالكامل
في تطبيق فكره وفلسفته اللي بتناسب النادي الأهلي، وهو ده الأهم. ففي تفاؤل، في تركيز، في تركيز شديد بالنسبة للعيبة. دي حمودي بيظهر في الكادر وبتدي يتكلم، كريم نيدفيد موجود، كل اللعيبة حاضرة في هذا المعسكر اللي موجودة طبعا داخل النادي الأهلي بانتظار انضمام الدوليين، عشان يكون هذا الموسم بإذن الله موسم ناجح بالنسبة للنادي الأهلي. فلسفة جديدة تحتاج إلى شغل كبير، تحتاج إلى فترة تركيز. النادي الأهلي يعني بجهازه، بمستر لينمان، بسيمو محلل الأداء، طبعا كابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان وكابتن مصطفى كمال، كل دول بيشتغلوا مجموعة عمل واحدة، ورشة عمل واحدة، عشان النتيجة المحصلة النهائية وهي فوز النادي الأهلي بكل بطولاته. يعني هو ده التارجت اللي بداية فترة الأعداد موجودة فيه، إن النادي الأهلي عايز يكسب بطولاته. طيب البطولات دي هيكسبها إزاي؟ هيكسبها بهذا الشكل، عشان يبتدي يبقى موسم فيه حصاد إن شاء الله كله بطولات بالنسبة للنادي الأهلي. خبر الآخر وهو مهم جدا للكل، في اجتماع اليوم كان مهم في النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا وقيادة الكابتن محمود الخطيب حضر هذا الاجتماع. طبعا لجنة الكورة، احنا بنتكلم على الكابتن محمود الخطيب ممثلا لمجلس الإدارة وهو رئيس النادي، حضر هذا الاجتماع مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي، مع الكابتن علاء عبد الصادق كان موجود، وكابتن فتحي مبروك في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لمناقشة العديد من الموضوعات. حسام غالي طبعا، كابتن حسام غالي المنسق العام، ايضا كابتن عادل عبد الرحمن مدير فني الشباب بالنادي الاهلي. يعني هذا الاجتماع كان من اجل مصلحه واولويات قطاع الناشئين في الفتره المقبله، وبحث العديد من امور الفريق الاول. ولكن وجود كابتن فتحي مبروك، وجود الكابتن طبعا عادل عبد الرحمن، الكابتن عادل عبد الرحمن طبعا مدير فني فريق الشباب، بيبدي انطباعات ان هذا الاجتماع كان مهم، وكان في طبعا ميعاد مهم جدا لاختبارات النادي الاهلي اللي هنعرفها من زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا فاروق، كل سنه طيب. النور يا كابتن محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. ما يعني ابرز ما جاء في هذا الاجتماع بالنسبه للجنه الكره بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب؟ في البداية كابتن محمد لازم ننوه الأمر مهم جدا، هو حالة الاهتمام اللي بيفرضها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤولين عن منظومة الكرة بالنادي الأهلي لقطاع الناشئين. دي حالة من الاهتمام كبيرة جدا ما شفناهاش خلال الفترات اللي فاتت. مجلس إدارة النادي الأهلي بيولي قطاع الناشئين بالفترة القادمة مزيد من الاهتمام. النادي الأهلي يبدأ إن هو يبص للعناصر اللي موجودة، متواجد حاليا مع الفريق الأول في معسكر الفريق الأول أكثر من 10 لاعبين من فرق من فريق قطاع الناشئين في النادي الأهلي. نقطة مهمة جدا، المجلس الإدارة في النادي الأهلي بيدي اهتمام خلال الفترة اللي فاتت خلال الفترة القادمة إن شاء الله لقطاع الناشئين، لأن زي ما حضرتك عارف قطاع الناشئين في النادي الأهلي بيعتمد على أبنائهم. النهاردة كان ما بين لجنة الكرة بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن زيزو المدير الرياضي، والكابتن علاء عبد الصادق، أيضا حضور كابتن غالي والكابتن فتحي مبروك والكابتن عادل عبد الرحمن، لوضع الاستراتيجية والآلية للعمل وبدء الاعلان عن تشكيل الاجهزه الفنيه الخاصه بقطاع الناشئين. افكار واراء قدمها الكابتن فتحي مبروك علشان يتم النهوض والوصول بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي لمرحله اعلى في المرحله القادمه باذن الله. فاروق، عشان يعني الناس منتظره، متى اختبارات النادي الاهلي؟ نبدا الاختبارات. الاختبارات متقسمه لثلاث مراحل، هتبقى المرحله الاولى ان شاء الله يوم 30. نعم. هتبقى 30/6 ويوم السبت، هتبقى يوم السبت والاحد والاثنين اللي هو 30/6 و1 و2 طبعا. هتبقى خاصه بمواليد 2009 و2008 و2007 و2006. طيب 30 يوم 30/6 هتبقى خاصه بأني مراحل عشان برضو اكرر؟ مراحل مواليد 2009 و2008. ايوه. و2007 و2006. ايوه، يعني من 2006 لغايه 2000 لغايه 2009. لمده ثلاث ايام، السبت الاحد الاثنين. ماشي. بعد كده ناخد المرحله الثانيه ان شاء الله، هتبقى من يوم الثلاث 3. ايوه. 3/7. ثلاث ايام. ايوه. لمده ثلاث ايام. ايوه. الثلاثاء والاربعاء والخميس. ايوه. هتبقى خاصه بالمواليد 2002 ل 2005.
2002 و2003 و2004 و2005 بالظبط بالظبط يا كابتن محمد. ايوه المرحله الثالثه هتبقى السبت والاحد والاثنين 7 و8 و9 من شهر 7. ايوه هتبقى من مواليد 99 لمواليد 2001. 99 و2000 و2000 و2001 ماشي. ثلاث مراحل هيتم بيع الاستمارات زميلي كابتن محمد يوم بدءا من يوم السبت والاحد والاثنين والاثنين ال 23 و24 و25 6 هيبقى ان شاء الله من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 3 عصرا، وهيبقى امام فروع النادي الاهلي بالجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. نعم. هي هتبقى قيمه الاستمارات الاختبارات هتبقى 30 جنيه، الاختبارات هتبدا الساعه 8:30 وهتبقى في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. 8:30 صباحا. 8:30 صباحا هتبقى بدءا من يوم السبت. طيب 8:30 ده بالنسبة للثلاث مراحل، يعني في يوم 30 يونيو هيبقى 8:30، 3 7 8:30 و 7 9 برضه 8:30 بالظبط، كله في نفس الميعاد من الساعة 8:30 بملاعب النادي الأهلي بمدينة مصر. نعم. بالنسبة لاختبارات أعضاء النادي، حضرتك عارف إن الأهلي بيعمل أعضاء النادي اختبارات في أيام منفصلة تماما علشان يتيح برضه الفرصة أكبر سواء للغير العضو وأيضا للعضو. فالمرحلة هتبقى المرحلة الأخيرة لأعضاء النادي الأهلي هتبقى يوم 16 و17 و18 و19 من شهر يوليو. يعني 16/7 بالظبط اختبارات أعضاء النادي نفسها. من 16/7 ل19/7. وهتبقى لجميع المراحل من مواليد 2009 لمواليد 99. من 99 ل 2009. وأيضا هتكون الاختبارات هتبقى من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا. يعني الساعة 9 للساعة 11 في نفس الملاعب، ملاعب النادي الأهلي بمدينة مصر. طيب هل تم تشكيل الأجهزة الفنية فاروق ولا لسه؟ هو تم الاستقرار على أغلب الأجهزة الفنية، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عنها بصفة رسمية. الكابتن فتحي قال خلاص يعني بنسبة 95 أو 98 تم الاستقرار على الأجهزة الفنية، هيتبقى الإعلان عنها خلال الساعات القادمة بإذن الله. وهيبدا العمل ويحط الكابتن فتحي هيحط استراتيجيه العمل واجتماع مع المدربين والمديرين الفنيين اللي تم اختيارهم، لان زي ما حضرتك عارف بدءا من الاسبوع بعد القادم هتبدا عمليه الاختبار. فخلاص يعني بنسبه زي ما قلت لحضرتك 95% لان خلاص تم وضع الاجهزه، في يعني فاضل الامر في اسم او اثنين هيتم حسمهم في الساعات القادمه، ويتم الاعلان بصفه رسميه عن تشكيل اجهزه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي باذن الله. زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. ميعاد يوم 30 يونيو حلم كل طفل مصري انه يكون لاعب كوره في النادي الاهلي. قطاع الناشئين في النادي الاهلي يعني اتخرج منه كابتن محمود خطيب اللي هو رئيس النادي الاهلي وواحد من اساطير الكره المصريه والافريقيه، فلازم يكون فيه اهتمام لانه هو خريج هذا القطاع، فعارف اهميته وعارف ان اي فريق في على مستوى العالم عايز يواصل المنافسه على البطولات لازم يكون عنده قطاع ناشئين على اعلى مستوى. عندنا تقرير مع الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، نطلع نشوفه ونرجع نكمل الكلام. انا بشكرك طبعا وبشكر قناه الاهلي وبشكر كل جماهير النادي الاهلي وبشكر اعضاء النادي الاهلي وبشكر لجنه الكره ومجلس اداره النادي الاهلي على الثقه اللي ادوها لاحد ابناء النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يوفقني كده في قياده هذا القطاع ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله. دي اوامر والله بكلمك جد باوامر، وانا ابن النادي الاهلي زي ما انت قلت وبعشق النادي الاهلي، وفي اي مكان النادي الاهلي يطلبني لازم اقول اوكي حاضر. وانا دائما بشترط ما بشترطش على النادي الاهلي اي موقع ان هو بيحطني في مدير فني الفريق الاول، مدير فني فريق الشباب، مدير قطاع الناشئين. الحمد لله انا دائما بستجيب لرغبه مجلس اداره النادي الاهلي، لاني انا حياتي كلها وبيتي الاول هو النادي الاهلي. اولا يمكن انا بشكر الدكتور عمرو ابو المجد ان هو طبعا كان في قياده قطاع الناشئين السنه اللي فاتت، وانا الحمد لله يمكن برضه اشتغلت في قطاع الناشئين كتير وعندي خبره كويسه، وان شاء الله انا بحاول بقدر الامكان ان احنا يبقى عندنا
مواهب تفيد النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله في الفريق الاول، لان هدفي الفريق الاول وقبل البطوله هدف الفريق الاول ان احنا نطلع لعيبه على مستوى عالي، والمستوى العالي ده بيتطلب حاجات كتير جدا. بيتطلب النهارده المدربين تبقى عنايه كويسه على اللعيبه، بيتطلب النهارده تدريبات الفرديه للعيبه الموهوبين، بيتطلب قياسات، بيتطلب حاجات كتير جدا للعيبه عشان لما يطلع الدرجه الاولى يبقى فاهم حتى في اسلوب اللعب وتكتيك اللعب. فكل هذه الامور ان شاء الله في منظومه قطاع الناشئين ان شاء الله انا بحاول بقدر الامكان ان احنا مع المدربين مع الاجهزه الفنيه نحاول بقدر الامكان نخدم قطاع الدرجه الاولى ان شاء الله. وطبعا انت زي ما بتقول يمكن النادي الاهلي دائما في قطاع الناشئين الحمد لله كان بيطلع لعيبه مميزه وبيطلع لعيبه الفريق الاول، وده هدف بيسعى ليه دائما قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيخدم المنتخبات الوطنيه في عدد كبير من اللاعبين، بيخدم ايضا قاعده عريضه على فكره من اللاعبين وبيستفاد منها الانديه الاخرى. فكل هذه الامور قطاع الناشئين في النادي الاهلي لو جيت بصيت في اي فرقه في الممتاز دلوقتي حاليا هتلاقي 2 لعيبه على الاقل في اي فرقه من الدور الممتاز من قطاع الناشئين. قطاع الناشئين ايضا ملزم باحراز بطولات، احراز بطولات برضو على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى المناطق، لان دي برضو بتبقى دائما محل كلام كتير قوي الناس ان ازاي فرق النادي الاهلي وازاي قطاع الناشئين في النادي الاهلي ما بياخدش بطولات. ولكن انا زي ما قلت لك الهدف الاول في المقام الاول عندي وعند الاجهزه الفنيه ان شاء الله ان احنا بقدر الامكان نطلع لعيبه لقطاع الدرجه الاولى ان شاء الله. يعني اي حاجه بتبقى اذا ما فيها ايجابيات وسلبيات، واذا كان هناك تقرير من الكابتن الدكتور عمرو ابو المجد بالسلبيات بحاول بقدر استفاد من هذا التقرير اللي هو بعته لنا، وان شاء الله كل السلبيات دي بحاول بقدر الامكان ان احنا نحولها لايجابيات عشان صالح قطاع الناشئين في النادي الاهلي وعشان صالح النادي الاهلي، لان النادي الاهلي زي ما انت قلت لي كده يعني نادي بطولات، نادي بيخرج ناس كتير قوي، نادي على مستوى حتى لاعب المنتخب بيطلع لعيبه كويسه. فاتمنى ان احنا نستفاد من السلبيات اللي الكابتن الدكتور عمرو ابو المجد قالها في تقريره نستفاد بيها ونحاول بقدر الامكان نحولها لان شاء الله ايجابيات يستفاد منها قطاع الناشئين في النادي الاهلي. لا وبص طبعا الاختبارات يمكن انا كنت فعلا كان من المواضيع اللي بتقرقني كتير جدا عشان عايز ابتدي بدري لان في انديه ابتدت بدري، ولكن برضو احنا كان في شويه امور اداريه الحمد لله يمكن الاستاذ محمد مرجان سياده الهيئه محمد مرجان ساعدنا فيها وقدرنا نخلص موضوع الاستمارات، وان شاء الله اعلنا ان شاء الله كده والخطابات راحت ان احنا يوم 30/6 هنبتدي اختبارات الناشئين في النادي الاهلي ان شاء الله. والله بص احنا عاملين على مراحل يعني مش عاملين على مراحل، وهي تقريبا يعني 3 مراحل هياخدوا حوالي 12 يوم من 12 يوم ل 15 يوم عشان برضو بعد كده في اختبارات الاعضاء وبعد كده ان شاء الله اختبارات المحافظات، وفي نفس الوقت هيبقى في اعداد للفرق اللي عندنا في القطاع هيبتدي فتره اعداد ان شاء الله. يعني قطاع الدرجه الاولى قطاع طبعا المهم جدا في النادي الاهلي واللي اي وقت بيطلب اي لعيبه ما تقدرش نقول لا. قطاع 97 لو طلب من عندي من 99 اي لعيب مش هقدر اقول لا، لان قطاع 97 دائما هو اللي تحت الدرجه الاولى، هو دايما الفريق البي تحت الدرجه الاولى، فاحنا بيبقى في تعاون بيننا وبين بعض في الحته دي كتير جدا بغض النظر اذا كان حتى اللعيب او 2 لعيبه هيأثروا في الفرقه، ولكن مصلحه الاعلى دائما هي اللي بتبقى في سياستي انا، مش هقدر ارفض لا للدرجه الاولى ولا لل 97 اي لعيب. انا شخصيا ليه هدف وليه هدف حلم الحمد لله يعني اتمنى ان انا احققه برضه من خلال مساعدتكم من خلال قناه الاهلي، ان هي تصوير مباراة الاهلي بصفه والاعمار الكبيره 99 2000 2001 وابتدي اعمل لقطات او من الماتشات اللي عندكم ابتدي اعمل لقطات للاعيبه الموهوبه تساعدني فيها من اللاعيبه الموهوبه عشان يبقى عمليه التسويق للاعيبه دي من خلال ان شاء الله قناه الاهلي. تقرير مهم جدا، حلم كل طفل مصري وغير وافريقي وفي الوطن العربي، طبعا احنا بنتكلم على المحيط بتاعنا اللي هو جمهوريه مصر العربيه، حلم كل طفل انه يصبح واي شاب انه يصبح لاعب في النادي الاهلي بيتحقق من خلال الاختبارات، كله طلع من الاختبارات. في ناس تيجي تقول لك يا عم الاختبارات دي ما بينقوش فيها حد ولا لا بينقوا. هقول لك ازاي بينقوا، كابتن محمود الخطيب تم اختياره من اختبارات. يعني اكتر من كده مفيش بقى موهبه واكتر من كده مفيش كلام. فهذا الحلم حضرتك بتروح عندك يوم 30/6، هكرر لحضراتكم المواعيد، من يوم 30/6 الساعه 8:30 هيبقى في
2006 و2007 و2008 و2009. تاني يوم 30 يونيو الساعة 8:30 صباحا في 2006 و2007 و2008 و2009. والاستمارات 30 جنيه يا بلاش. ازاي تجيب الاستمارات؟ عندك ثلاث فروع للنادي الاهلي، نادي الاهلي بالجزيره، نادي الاهلي بمدينه نصر، نادي الاهلي بالشيخ زايد في 6 اكتوبر. تقدر تشتري الاستماره من اي من قدام اي نادي من اي مقر من هذه المقرات للنادي الاهلي، تقدر تحصل على الاستماره وتروح تقدم في الاختبارات وانت ومستواك. عندك الموهبه هتتاخد نادي الاهلي دائما وابدا يسعى الى المواهب عشان يدعم صفوفه. من يوم 3 ليوم 7/7 هيبتدي المراحل 2002 2003 2004 و2005. تاني من يوم 3 ل 7/7 هيبتدي 2002 2003 2004 و2005. ده في الاختبارات المرحله الثانيه. المرحله الثالثه من يوم 7/7 لحتى 9/7 هيبقى فيه 99 و2000 و2001، دول موجودين في النادي الاهلي عشان الاختبارات هتقام في هذه المواعيد. الساعه 8:30 تكون موجود وتكون جاهز وربنا يوفق الجميع. اختبارات الاعضاء من يوم 16/7 هتبقى موجوده في النادي الاهلي الساعه 9 صباحا. كل هذه الأمور داخل اختبارات النادي الأهلي. وحاجة مهمة جدا مرة تانية، الاستمارة ب 30 جنيه يا بلاش. نروح لخبر آخر مهم للغاية. الأهلي بيضع تصور لائحة النظام الأساسي. انعقدت اليوم لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ترأسها المستشار محمود فهمي، اجتماعا مهما في تمام الواحدة ظهرا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. وناقش الاجتماع صيغة معينة للائحة النظام الأساسي تمهيدا لعرضها على الأعضاء لابتداء في لإبداء الرأي قبل مناقشتها مع الجمعية العمومية، وبالتالي إلغاء اللائحة الاسترشادية اللي بيصير عليها النادي بشكل استثنائي. مين بقى حضر هذا الاجتماع؟ كابتن محمود خطيب رئيس النادي، مع الوزير السابق الأستاذ عامر فاروق ونائب الرئيس، أستاذ إبراهيم الكفراوي، أستاذ طارق أنديل، أستاذ محمد الجرحي، أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور سعد شلبي المتخصص في التشريعات الرياضية والذي شارك في إعداد لائحة النادي عام 2014، وكذلك الأستاذ محمد فتحي المشرف على الإدارة القانونية بالنادي. هنا دراسة الأمر، دراسة اللائحة واستعراض ما بها مع المختصين، لأن أنت مع حضرتك سيادة المستشار محمود فهمي، فهتبتدي الحاجات القانونية. مش كل الناس بتفهم في القانون ومش كل الناس بتفهم في التشريعات، فهنا إبداء الرأي والوقوف على أهم البنود، وده أمر مهم جدا، وده ما يميز النادي الأهلي، إنك بتدور على المعلومة الصح، بتستشير صح عشان تاخد القرار الصح في هذا الأمر، لأن دي هتبقى لائحة النادي الأهلي للعديد من السنوات، وطبعا فيها تطورات المرحلة المقبلة وفيها حاجات من العديد من الامور. وزي ما حضراتكم شايفين احنا بنتكلم لجنه الكره بتمشي في اتجاه، وادي الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس ادارته ويعني سياده النائب الاستاذ عامر فاروق ماشيين، وطبعا باقي الاعضاء ماشيين في كل الاتجاهات عشان المصلحه العامه للنادي الاهلي، وهي انه يكون في اعلى مستوى بالنسبه لبرنامج عائله الاهلي اللي بيشمل كل هذه الامور. كابتن محمود الخطيب كان بيتحدث عن برنامج عائلة الأهلي اللي بيشمل كل هذه الأمور، والخطوات بإذن الله ماشية في طريقها الصحيح، ويتم الانتهاء من هذا الأمر عشان تكون لائحة النادي الأهلي والبعد عن اللائحة الاسترشادية. وده أمر مهم للغاية عشان تريح مجلس إدارة النادي الأهلي في المرحلة المقبلة في وأعضائه طبعا، لأن عشان أنت تمشي بشكل مؤثر وبشكل صح لازم يكون عندك لائحتك الخاصة بيك عشان تحس بالتقدم، وإن شاء الله تكون أمر مهم للغاية. ودي حاجة دايما بنؤكد عليها داخل النادي الأهلي في موضوع الدراسة، دراسة الأمر بالشكل الصح عشان تاخد القرار الصح. نطلع من النادي الأهلي ونروح لخبر من الأخبار الدوري العام. بنحاول نكون مع حضراتكم
في مونديال، ولكن في تجهيزات للانديه. اللاعب احمد تمساح لاعب كبير، لاعب دولي سابق في منتخب مصر، لاعب نادي الداخليه خد شهرته مع فريق الداخليه وراح لسموحه، بينتقل الى حرس الحدود على سبيل الاعاره. واحمد تمساح بيدور على فريق يكون بيشارك فيه بصفه مستمره. نادي حرس الحدود الان معاه كابتن عماد سليمان، عايز وحابب ان هو يحصل على خدمات احمد تمساح، فحصل عليه على سبيل الاعاره طبعا، وده بالنسبه لهم طبعا صفقه مهمه للغايه عشان يكمل تدعيمه. فريق حرس الحدود كان بقاله فتره ما ظهرش في الدوري الممتاز، والصراحه برضو لازم كل ما نتكلم عن عوده حرس الحدود للدوري الممتاز لازم نشكر كابتن سامي قمصان، لانه الصراحه قدم دور كبير جدا 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 في الموسم الماضي وصعد بالفريق، والان هو مع النادي الاهلي في الجهاد الفني. ادي واحده من اهداف احمد تمساح من اللعيبه اللي عندها سرعات واللي بتستطيع انها تجيب اجوان. انت ممكن تكون لعيب كره حريف، ولكن ده في كره القدم اصبح عادي لان في زيك كتير، ولكن اللعيب اللي بيحرز اهداف هو ده اللعيب المهم، هو ده اللعيب اللي له ثمن، هو ده اللعيب اللي بيصنع الفارق دائما للفرق اللي بيشارك فيها، واحمد تمساح من هذه النوعيه. نطلع فاصل ونرجع نخش مع اخبار منتخبنا واخبار المونديال. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حبيبي. للجمهور المصري ان منتخب مصر مش بس يؤدي بشكل كويس في كاس العالم، ولكن يتاهل الى دور ال 16 على اقل تقدير. ولكن لازم نتكلم بمضاعفه بعض من الامور، ان مستر هيكتور كوبر الكل ضد طريقته وفلسفته الدفاعيه، والكل حابب انه يشوف منتخب مصر بشكل فني اروع من كده، وهتبتدي تفتكر منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته ماذا كان يفعل، وادائك امام البرازيل وادائك امام ايطاليا وادائك امام الكبار وفوزك بطريقه اداء ممتعه وكل الكلام الحلو اللي الكل بيتذكره لمنتخب مصر. ولكن لازم نبص الى الامور بنظره اخرى. مستر كوبر، وهذا ليس دفاعا عنه، يعني أنا ضد فلسفته، لا أحب الطريقة الدفاعية البحتة دي، أنا ضدها، ما بحبهاش في كرة القدم، أنا دايما ميال لكرة القدم الهجومية، وده حتى ممكن تلتمسوه في كلامي عن كارتيرو مع الكابتن حسين، الناس اللي بتهاجم دايما هبقى مساند ليها. ولكن ما قبل كارتيرو منتخب مصر كان معاه، ما قبل كوبر منتخب مصر كان معه بوب برادلي، ولا عرفت توصل كأس أمم ولا عرفت توصل كأس عالم، وشلت من النتيجة ثقيلة من غانا بستة أهداف. مع كابتن حسن شحاتة لم ينجح بعد طبعا الأحداث السياسية الصعبة، وكانش في دوري، ما عرفتش توصل كاس أمم. برادلي برضو كان الفترة بتاعته صعبة وما كانش في دوري، لم تصل إلى كاس أمم، مش بس كاس عالم. ابتدت الأمور في منعطف منتخب مصر اللي كان سيد أفريقيا، ثلاث بطولات أفريقية متتالية، تلعب قدام أي حد، بتلعب اداء جميل وعندك مواهب، ابتدى الكيرف ينزل. فمستر كوبر يحسب له في الثلاث سنين الماضيه ان انت جايبه ايه التارجت بتاعك، اتاهل لكاس امم واتاهل لكاس عالم، هو حقق هذا الهدف. وكان من الصعب ان بعد تحقيق التاهل لكاس العالم امام ماتش الكونغو، وكان مش باقي حوالي اكتر من شهور قليله، انك تغير مدرب بفكر تاني، ولان ارى بعض الابواق بتتحدث في الاعلام وهم فنيين وهم عارفين كويس قوي ان صعب ان انت تغير مدرب في يوم وليله، غير لك فلسفه وغير لك طريقه. هتيجي تقول لي طب ما منتخب اسبانيا جاب فرناندو هيرو مكان المدير الفني اللي هو لوبيتيجي اللي راح مسك ريال مدريد، اقول لك اسبانيا كلها فلسفه واحده، كلهم بيلعبوا كوره حديثه وكوره شامله فيها الاستحواذ، دي فلسفه اسبانيا. فلما اشيل ايرو من لوبيتيجي انت ما غيرتش كتير، ولكن لما اجي اشيل مدرب بفلسفه دفاعيه بقاله اكتر من سنتين شغال مع هيكل منتخب مصر فيها، واجيب مدرب مكانه، هتبقى صعبه في المده الزمنيه من التاهل لبدايه كاس العالم ان انا الحق حتى ده منتخب مصر. في ناس ابتدت تتكلم تقول ان احنا ما لعبناش ماتشات وديه كتير، وده طبعا ليه العديد من الامور. اذا خلاص كوبر ملفه انتهى، انت دلوقتي لازم منتخب مصر يلعب على الفوز امام السعوديه. انت محتاج بعد السنين دي كلها
ومشاركتك في كاس عالم اول مره في 34 لم تحقق فوز، حققت اهداف وما حققتش فوز. كاس عالم 90 حققت تعادلين وخساره لم تحقق فوز. كان في هدف الحمد لله الحمد لله كسرناه بتاع كابتن مجدي عبد الغني بضرب الجزاء صلاح، وكنا بندور على اهداف عبد الرحمن فوزي النجم الشهير عشان نعرضها للناس عشان يبقى الناس شافت اهداف مصر في كاس العالم كتير، ولكن خلاص كلنا الحمد لله شفنا بينالتي صلاح. فاحنا محتاجين ان احنا نحقق فوز، طمعانين ان احنا نحقق فوز، في حاله احباط ما هياش الخساره لسبب واحد، ما هياش سبب واحد. يعني ما في بعض الناس بتتحدث عن ان عشان الاعلام الفنانين راحوا معسكر المنتخب ده سبب الهزيمه، ده كلام غير صحيح. احنا عندنا مشكله في طريقه الاداء، الراجل فلسفته بهذا الشكل، فلسفته وصلتك المونديال، ولكن هو ده الامر، امر الواقع اللي انت فيه. فانت محتاج انك تبني منذ هذا الاساس ان انت وصلت كاس عالم، ان انت الان عندك تصنيف وصلت كاس عالم، وصلت فاينل كاس امم، تبتدي تجهز وتطور في المرحله المقبله على هذا الاساس. ان انا دلوقتي محتاج مدرب يلعبني كره هجوميه، خلاص انا استفدت من مستر كوبر انه رجعني الى حد كبير في التصنيف ورجعني في الخريطه العالميه لكره القدم مره اخرى، يعني شكرا مستر كوبر، خلاص نبص على حد يكون يقدر يطبق الفلسفة اللي تقدر تخلينا شكلنا كويس في كرة القدم وترجعنا أيضا لحصد ألقاب أفريقيا وأن احنا نكون عندنا مشاركة في المونديال. خلينا نتكلم على أن مستر كوبر ريح العديد من اللعيبة، الشناوي وحجازي من التدريبات، اداهم تدريبات خفيفة عشان لإعادة الريجنريشن عشان يرجع يعمل استشفاء، ودي حاجة مهمة جدا في كرة القدم لأن الناس عليها ضغط كبير جدا من الناحية البدنية في التمرينات، والناس سافرت مرحلة كبيرة جدا وبعيدة، فده حاجة من الحاجات المهمة. كابتن هاني أبو رهيدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أيضا قال إنه طلب تقنية الـ VAR في بنالتي مروان محسن، ولكن لم تكن هناك اي رد فعل، لان انت من حقك ان انت تطلب الفي ار، ولكن كانت غريبه ان هو عملها في بنالتي صلاح ولم يفعلها في بنالتي مروان محسن اللي كان مستحق. وقال ان قرار مشاركه عصام الحضري مع المنتخب ده قرار بايد مستر كوبر مش بايد اي حد، ما حدش بيضغط على مستر كوبر في اي قرار من القرارات، ولكن قال حاجه مهمه جدا، قال انا بعد بتواجد مصر في 2022 مونديال 2022 القادم، ودي حاجه ايجابيه جدا بالنسبه لرئيس مجلس اداره اتحاد الكره، لان هو هيحاسب على هذا التصريح ان يقول هذا الامر. اذا ان شاء الله في تجهيز هيبقى على اعلى مستوى عشان منتخب مصر يعود مره ثانيه للمونديال، نحتاج الى فوز باكثر من يعني باي شيء، محتاجين فوز في كاس العالم عشان نبقى كسرنا موضوع ان انت بتشارك وخلاص في المونديال. وطبعا نتكلم على المنتخب السعودي، منتخب ليس سهل. عندنا خبر واحد من الناس اللي بوظت كرة القدم في العالم، مستر جوزيف بلاتر مدير الفني السابق السويسري للفيفا، تصرح وقال ان هو لا يزال يعتبر نفسه رئيسا للفيفا على الرغم من تولي انفانتينو رئاسة الفيفا الحالية، وده يعني برضه تصريح غريب. وكان بيتكلم مع إذاعة ارتي الروسية او روسيا توداي، ودي واحدة من اكبر الإذاعات في العالم مش بس في روسيا، وايضا كان في وكاله انباء المانيه بان هو اتاثر كتير ان هو بيشوف المونديال زيه زي اي حد يعني من المشجعين، ما بقاش له دور اداري في هذا الامر، ودي حاجه من الحاجات اللي كان صرحها بلاتر اللي خد كره القدم من 98 و2015 وعليه العديد من علامات الاستفهام، و الموضوع امر صعب جدا للغايه. خلينا اقول لحضراتكم ان رئيس كوريا الجنوبيه وكمان هيحضر مباراه المكسيك، الكلام كبير حتى على الصعيد السياسي ان في اتفاق هيبقى هيحدث ما بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، وترامب قعد مع زعيم كوريا الشماليه، ولكن رئيس كوريا الجنوبيه رايح يدعم منتخب بلاده اللي كان بيشارك في كاس العالم واللي يزال كمان بيشارك في كاس العالم، وهيكون عنده ماتش صعب جدا مع منتخب المكسيكي القوي اللي كسب منتخب ألمانيا بهدف مقابل لا شيء. دي حاجة من الحاجات. خلينا نروح لخبر ابتدينا نهتم بيه
لان تونس هتلعب بلجيكا، وبلجيكا عندها مدافع قوي اسمه فورمايلن، وابتدى يرجع مره ثانيه للتدريبات فينسنت كومباني، طبعا قائد مانشستر سيتي وايضا المنتخب البلجيكي هيعود، هو يعني هيستمر غيابه، ولكن هو المدير الفني خوان دي راموس اللي مدير فني منتخب بلجيكا خلاص استقر على الثلاثي الدفاعي اللي بيلعبه، وبيلعب بثلاثة خمسة أو ثلاثة أربعة ثلاثة ممكن نشبهها بهذا الأمر. ربنا يكون في عون المنتخب التونسي، ومحتاجين أن احنا نطلع من الموضوع الدفاع الزيادة، يعني الدفاع الزيادة ده محتاج منتخب تونس أنه يتخطى، خلاص ما فيش حاجة هيخسرها خسارة إنجلترا وبضربتين ثابتتين، لازم ان احنا نشوف لنا حل في الكوره العرضيه عشان الماتشات المقبله. مارادونا مبسوط ان اورجواي كسبت السعوديه، ده وضع طبيعي، اسطوره الارجنتين مارادونا اللي من ساعه ما هو بطل والارجنتين